السلام عليكم. دروس التعلم عن بعد مستمرة ومع درس جديد للسنة الأولى ابتدائي حول موضوع جمع الأعداد من 0 إلى 99 بالاحتفاظ. الآن نمر إلى الأهداف التعلمية للحصة. أولاً، أحسب مجموع عددين بالاحتفاظ في نطاق الأعداد من 0 إلى 99 باستعمال التقنية الاعتيادية للجمع. ثانياً، أتمكن من جدول الجمع إلى 9 زائد 9. الآن نمر إلى الحساب الذهني. لدينا 9 زائد 0 تساوي 9. 9 زائد 1 تعطينا 10، و 9 زائد 2 تعطينا 11 أيضا. 9 زائد 9 تساوي 18. 9 زائد 7 تساوي 16. وأخيرا 9 زائد 4 تعطينا 13. النشاط الأول، أحسب مجموع الدوائر. كما تلاحظون معي هنا لدينا المجموعة الأولى مجموعة من الأقراص في اللون الأخضر، والمجموعة الثانية مجموعة من الأقراص في اللون البني. هيا الآن سنحسب معا كم لدينا في كل مجموعة من قرص. المجموعة الأولى مجموعة الأقراص الخضراء، كم لدينا من قرص؟ نحسب معا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لدينا 9 أقراص، ولدينا في المجموعة الثانية لدينا 6 أقراص. إذن الآن سنرى كم لدينا في مجموع المجموعتين. إذن المجموعة الأولى لدينا 9 والمجموعة الثانية 6. إذن 9 زائد 6 كم تساوي؟ 9 زائد 6 كم تساوي؟ صابوا؟ الآن سأريكم طريقة سهلة لكي تحسبوا بها 9 زائد 6. ما هو العدد الكبير هنا؟ هل هو 9 أم 6؟ بالفعل أحسنتم، 9 هو العدد الكبير. إذن 9 أريد أن أضيفها لها عدد ويصبح لدي في المجموع 10. ما هو العدد الذي أضيفه إلى 9 وتعطيني 10؟ انطلاقا من الأقراص، كم سأضيف من قرص إلى المجموعة الأولى لكي أحصل على 10؟ أحسنتم، بالفعل سنضيف قرص واحد لكي يصبح لدي في المجموعة الأولى 10 أقراص. إذن سنضيف قرصا واحد. هنا لاحظتم معي 9 زائد 1 زائد 5. 1 زائد 5 من أين أتت؟ قمت بتفكيك العدد 6 إلى رقمين، العدد 1 ثم الرقم 5. نعم جيد. هنا إذن سنحسب 9 زائد 1 زائد 5. سنرى 9 زائد 1 تساوي 10 زائد 5. كما تلاحظون معي هنا العملية أصبحت بسيطة. 10 لدينا 10 وحدات و 5 في الوحدات. إذن كم المجموع؟ لدينا مجموع الأقراص 15. دائما حينما يصعب عليكم حساب مجموع عددين ابحثوا عن العدد الكبير الذي يوجد بين العددين وقوموا بإضافة رقم إليه حتى يعطيكم 10. حينما تحصلون على 10 سوف يسهل عليكم حساب المجموع. النشاط الثاني، أحسب مجموع المربعات. نفس الشيء كما النشاط الأول. كما تلاحظون معي هنا لدينا مربعات، مربعات في اللون الأزرق ومربعات في اللون البنفسجي. سنرى كم لدينا في كل مجموعة من المربعات. المجموعة الأولى كم لدينا من مربع؟ سنرى 1 2
3 4 5 6 7 8 احسنتم، لدينا 8 مربعات، والمجموعة الثانية لدينا 5 مربعات. اذا سنحسب 8 زائد 5. اذا 8 زائد 5 كم تساوي؟ نفس الطريقة التي شرحت لكم في البداية، إذا صعب عليكم حساب مجموع عددين نكون عدد الأكبر من 10 ثم نضيف له الباقي. مثلا هنا 8، ما هو العدد الذي أضيفه إلى 8 وأحصل على 10؟ انطلاقا من 5، سنفكك 5 ونأخذ منها بعض الأعداد لنكمل 10 والباقي نحتفظ به. إذن 8 زائد ماذا؟ 8 زائد 2 تعطيني 10. نعم بالفعل، كما تلاحظون هنا أيضا قمت بتفكيك العدد 5 إلى رقمين، العدد 2 والعدد 3. العدد 2 سأضيفه إلى 8 لأحصل على 10، بينما العدد 3 سأحتفظ به. إذن 8 زائد 2 تعطيني 10. هكذا 8 زائد 2 تعطيني 10، وهنا زائد 3، هنا لدينا 10 زائد 3 وحدات، إذن المجموع يساوي 13 كما تلاحظون معي. حينما نقوم بتسهيل كتابة العملية يسهل علينا حساب المجموع بكل سهولة. التمرين الأول، سنحسب مجموع العددين 30 زائد 44. أول شيء أضع وأنجز كما العادة، نضع العملية 30 زائد 44. يجب علينا خلال وضع العملية أن نحترم مكان الوحدات وكذلك مكان العشرات حتى نتمكن بكل سهولة من حساب المجموع. إذن كما تلاحظون معي هنا 0 زائد 4 كم تساوي؟ بسيطة جدا، أعلم أنكم جميعكم تعرفون 0 زائد 4، 4 زائد لا شيء تعطيني نفس العدد 4. 4 زائد 3 كم تساوي؟ بالفعل تعطيني 7، إنها بسيطة جدا. إذن المجموع يعطيني 74. 30 زائد 44 تساوي 74. هذه العملية هي تذكير لدرس جمع الأعداد بدون احتفاظ باعتماد التقنية الاعتيادية للجمع. التمرين الثاني، نحسب مجموع 37 زائد 24. كما العادة نبدأ بوضع العملية 37 زائد 24. إذن الآن سنحسب مجموع الأعداد. سنبدأ أولا بالوحدات، ما هي الأعداد التي توجد في الوحدات؟ أحسنتم، 7 زائد 4. سنحسب الآن 7 زائد 4 كم تساوي؟ 7 زائد 4، دائما العدد الكبير نحتفظ به ونحسب باقي الأعداد سواء بأدوات العد أو بالأصابع، وإذا تعذر علينا ذلك نبحث عن العدد الأكبر ونضيف كما شرحت لكم في البداية، ونضيف له بعض الأعداد حتى نحصل 10 ثم نضيف الباقي. إذن هنا 7 زائد 4 تعطيني 11. نعم 11. إذا لاحظتم معي هنا لدي رقمين، وأنتم كما اعتدتم تحصلون فقط على رقم واحد في الوحدات، ماذا سنفعل؟ 11 من ماذا تتكون؟ تتكون من رقمين أيضا، وحدات وعشرات.
إذن حتى نتمكن من معرفة كيف سنكتب 11، رقم الوحدات أكتبه مع الوحدات ورقم العشرات أكتبه مع العشرات، ولكن تابعوا، هنا رقم الوحدات أكتبه تحت الوحدات، 7 + 4 تعطيني 11. رقم 1 المكتوبة باللون الأسود لأنها تمثل الوحدات تكتب تحت الوحدات، بينما رقم 1 المكتوبة باللون الأزرق أين سأضعها؟ نعم، أين سأضعها؟ سأضعها فوق العشرات. لماذا؟ لأنه يسمى الاحتفاظ، والاحتفاظ دائما يكون فوق العشرات، يسمى الاحتفاظ. إذن الآن سنحسب أيضا أعداد العشرات. هنا ما هم أعداد التي توجد في العشرات؟ لدينا 1، 3، 2، سنحسب جميع هذه الأعداد، ولا تنسوا الاحتفاظ دائما نتذكره. إذن 3 + 2 + 1 كم تساوي؟ بسيطة جدا، تعطيني 6. إذن المجموع يساوي 61. إذن 37 + 24 تساوي 61. أحسنت. التمرين الثالث، هنا لدينا 23 + 18 + 9. دائما كما العادة نبدأ بوضع العملية، 23 + 18 + 9. كما اعتدتم نبدأ بالوحدات، ما هي الأعداد التي توجد في الوحدات؟ 9، 8، 3. نعم، سنحسب رقمين ثم نضيف، 9 + 8 كم تساوي؟ أحسنتم، تعطيني 17. 17 + 3 كم؟ 20. إذن 9 + 8 + 3 تساوي 20، وكما تلاحظون هنا أيضا 20، لدي رقمين، ماذا سأفعل؟ كما شرحت لكم لدي رقم 0، رقم 2، 0 يمثل الوحدات و 2 تمثل العشرات، إذن بكل سهولة 0 يذهب إلى مكانه تحت الوحدات و 2، 0 يذهب إلى مكانه هنا. 2 أين سوف تذهب؟ نعم، أحسنتم، مع العشرات. إذن 2 تسمى الاحتفاظ. الاحتفاظ قد يكون 1، 2، 3، أي رقم، لا تنزعجوا، دائما بنفس الطريقة ستجدون الحل بكل سهولة. إذن سنحسب هنا أيضا العشرات، أرقام العشرات، ألا وهي 2، 2، 1. سنحسب 2 + 2 + 1، بسيطة جدا، 5. إذن المجموع 50، وبالتالي 23 + 18 + 9 تساوي 50. وهذا هو المغزى الأساسي من الدرس، جمع الأعداد من 0 إلى 99 بالاحتفاظ. النشاط الثالث، أكمل جدول الجمع. كما تلاحظون معي هنا لدي جدول مملوء بالأرقام، لدي هنا مجموعة من الأرقام، إنه جدول ممتع جدا. وأيضا هنا وضعت لكم بعض الدوائر، تلك الدوائر قمت بحجب بعض الأعداد التي توجد ورائها. الآن سنكتشف معا ما هي الأعداد التي توجد وراء هذه الأقراص. إذن كما تلاحظون معي هنا لدينا، تابعوا هنا، لدينا أعداد عمودية وأعداد أفقية. كيف سنحسب هذه الأعداد؟ سنجمع الأعداد التي توجد باللون الأزرق مع تلك التي توجد في اللون الأخضر،
في البداية صفر زائد صفر تساوي صفر، صفر زائد واحد تساوي واحد، هكذا حتى ننهي جميع الجدول. الآن سنكتشف العدد الذي يوجد وراء القرص الوردي. هيا، ما هما العددان الذي سأقوم بجمعهما؟ واحد زائد ماذا؟ انتبهوا، واحد توجد في الأزرق وستة في اللون الأخضر. إذن واحد زائد ستة، انتبهوا، واحد ستة. إذن واحد زائد ستة كم؟ بسيطة جدا، تساوي سبعة. أحسنتم. نفس الشيء مع القرص الأزرق، سنبحث ما هو العدد الذي يوجد وراءه. انتبهوا معي، لدينا ما هي الأعداد التي توجد هنا؟ انتبهوا إلى القرص، يوجد هنا، إذن فوقه أربعة وبجانبه رقم أربعة. أنتم دائما انتبهوا إلى اللون الأخضر واللون الأزرق حتى لا تتيهوا. إذن أربعة أربعة، أربعة زائد أربعة كم تساوي؟ بسيطة، ثمانية. إذن أربعة زائد أربعة تعطيني ثمانية. نذهب إلى القرص الأسود. القرص الأسود أين يوجد؟ يوجد فوقها، انتبهوا انتبهوا، سبعة، ويوجد بجانبه أيضا سبعة. إذن سبعة زائد سبعة كم تساوي؟ أربعة عشر، بسيطة. وأخيرا لدينا القرص البني أيضا، نرى أين يوجد. يوجد فوقه رقم اثنان وبجانبه رقم تسعة. إذن تسعة زائد اثنان كم؟ أحد عشر. إنه جدول ممتع جدا. وبهذا نكون قد أنهينا الحصة. إلى اللقاء ودمتم سالمين.